4 أشخاص يموتون يوميا في البلاد بسبب التدخين، 1,000,000 دينار تهدر يوميا في البلاد بسبب هذه الآفة، والتي تشمل على التكاليف المتعلقة بالشراء والأعباء الصحية المترتبة عليه. بلدنا يستهلك حوالي 6 إلى 18% من الرعاية الصحية العبء، وهذه من ضمن ومن أهم أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة. الكلفة الباهظة للتبغ التدخين يستهلك حوالي 1.5 من الناتج القومي بتكلفة قدرها 519 مليون دينار سنوياً. 7 عيادات لمكافحة التدخين موزعة في مختلف المناطق الصحية تقدم خدمات الإقلاع السلوكية والدوائية. الهدف ان احنا نزيد عدد العيادات. طبعا هذه العيادات تقدم خدمه مميزه جدا، هي تعمل في الفتره المسائيه بمعدل 2 في الاسبوع، مجانيه بالكامل. ولما اقول مجانيه، طبعا الناس اللي بالكويت يعتقدون ان هذا امر مفروغ منه، لان الكثير من الخدمات الصحيه اصلا تقدم بالمجان. هذا النوع من العلاجات حتى على مستوى دول مجلس التعاون لا يقدم بالمجان كاملا الا في الكويت. في هذه العيادات يتم تقديم اكثر من خدمه، منها تقديم المشوره، ومنها تحديد الحالة الصحية، ثم بعد ذلك دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية اللي ممكن تتضمن وفي كثير من الأحيان علاج دوائي. لبناء قدرات العاملين في العيادات لا للتدخين ولإعداد كوادر لافتتاح عيادات جديدة، خضعوا لبرنامج تدريبي لعلاج إدمان التبغ بالتعاون مع مركز الملك حسين للسرطان، الذي حصل على اعتراف من مجلس برامج علاج النيكوتين من الولايات المتحدة الأمريكية. نستخدم إحنا أساليب محددة بنسميها التحفيز النفسي حتى يستطيع الشخص أن يشعر بأهمية الإقلاع، بالإضافة إلى تغيير المحيط اللي هو موجود فيه. يعني هناك عوامل كبيرة يعمل الشخص على تغييرها حتى ينجح في الإقلاع عن التدخين، ثم نقوم بدعم ذلك عن طريق الأدوية كبدائل النيكوتين، الفيرانيكلين، البيوبروبيون، وهذه أدوية صممت خصيصا للإقلاع عن التبغ. خطة استراتيجية في العيادات لإضافة أدوية متطورة تساعد على الإقلاع وتمديد مدة متابعة المرضى في العيادات لتصل إلى سنة بدلاً من 3 أشهر. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.